نسوي اليوم؟ سنذهب إلى رحلة بحرية سياحية. ومن ثم سنذهب إلى جزيرة استوائية. ومن ثم سيأكلنا القرش. لا لا بمزح، بس حنروح سفينة بحرية سياحية. يلا شوفي ايش أنس لابس، عشان ما عنده سيكس باك في الحقيقة يبغى يكون عنده سيكس باك في اللعبة. واضح من إيمان إنها متحمسة الجزيرة الاستوائية. شوفوا سفينتنا بانتظارنا. واو مرة كبير. أنا حيجلس فوق. أوه أنا كمان أول أجلس معك. ياي أنا كابتن يا جماعة. أنس روح روح، ما دام عندك سيكس باك سوي عرض للجمهور، سوي رقصة كذا. هاي أنا الكابتن، قومي. شو كيف جالسة مكاني؟ أوه السفينة بدأت تتحرك. شوف ياي حلو. هاي طحت بالغلط. هاي استنوني والله استنوني استنوني. ما ادري كيف قدرت اركب سفينة مرة ثانية. فجأة الكابتن طلع من البحر ورجع سفينة. فين حتودينا السفينة هذه يا جماعة؟ كابتن ايش اسمك؟ انا اعرف ايش اسمه. بوب. لا اسمه كابتن. صح. اوه شوف الاسم. تعال ندخل جوا. بابا حركت السفينة فجأة وفي شيء ضرب السفينة. Emergency alert. Emergency alert. Boat on fire. لازم نصلح السفينة. ايوه. الكابتن فجأة مات. احنا رحنا ندور على شاكوش حتى نصلح السفينة ولقينا الكابتن ميت. الكابتن مات. كيف احنا حننجو؟ ايش بيصير؟ طحنا في البحر يا جماعة. المويه مرة باردة. ثلج. لازم نطلع فوق هنا ولا كيف؟ ايوه فين فين؟ انا حموت يا جماعة والله حموت. انا عندي الفرست ايد كيت. تعال بابا اعطيني فرست ايد كيت. بنحاول ننجو دحين وما نموت، ما في الا احنا الثلاثة بس. ايش بيصير؟ بنحاول ننجو. فين السفينة راحت؟ فجأة احنا جينا هنا هذا جزيرة ما احنا عارفين كيف وفين باقي الناس اللي كانوا معانا في الجزيرة. لازم نساعد بعض حتى نعيش. فأنا عندي اقتراح. ايش؟ إيمان أنا آكلك عشان جعان. لا ما في أكل. يمكن في كوكونات. لقيت كاف هنا، تعال نشوف ايش فيه. شايف سيش كريستال؟ ايوه في كريستال. بابا في نار. في نار. في نار كنت حطيه في النار. في نار. هذا الكاف يمكن يساعدنا بعدين. ها لا تنسي فين الكاف. حاليا بنستكشف الجزيرة. في احد ثاني هنا عايش معانا ولا بس احنا؟ لا اعتقد بس احنا. في حيوانات نقدر نقتلها وناكلها؟ او في نار هناك بعيد على الشاطئ. تعال نشوف ايش النار هذا. اوكي يمكن هذه السفينة. ايوه يمكن هذه مو سفينتنا، هذا بوت ثاني. ايوه في سمك على بوت. انا لذيذ. هذا سمك ولا سلاح؟ شو كيف ماسكه؟ بدأت تمطر. يلا نروح على الكف عشان ما نموت من المطر. من متى واحد يموت من المطر؟ بس والله فعلا روح بينقص. شوفوا في علم هناك، هذا علم ايش؟ هذا علم سويسرا ايمان؟ لا. علم سعودية؟ لا. تعرفي كيف شكل علم سعودية اصلا؟ نقص روحي كثير عشان المطر هذا. ايش هذا كمان؟ اليوم التالي سامعين صوت؟ ايش الصوت هذا؟ تعال نشوف ايش الصوت هذا. انا سمعت صوت. انا لازم يروح يشوف اذا في وحش ولا لا. شايف وحش هناك؟ وحش عندنا. هيجي عندنا. وش اللي بسرعه لا تموتوا. حيخاف من الكهف ولا حيدخل الكهف معانا؟ هو مع ايمان اقدر اشوف عينه. انا ما اقدر. هو صح هو هنا. شوف اشبه الغبي. اوه ماي جاد شوف بيلحق. أنس ليش مت؟ عشانو؟ عشان مين؟ أنت كمان هتموت. أنا هموت؟ إيه. خلاص بطل يجي ورايا يا جماعة، يعني كلكم متوا إلا أنا؟ أيوه. هذه من أسوأ الألعاب اللي لعبناها. ليش؟ لأنه كل ما تموت تبدأ من البداية. أيوه. ما بدي تكمل. نروح على رحلة ما إحنا عارفين فين حتودينا الرحلة، عشان كذا أنا لابس كذا احتياط إذا رحنا جزيرة استوائية وأنس كمان بسوي نفسه عندي سكس باك. ما عنده في مع انه في الحقيقه عنده 1 باك 1 فيري فيري بيج باك. هي ليش الرحلات هذه تاخرت؟ لا تكون رحلتنا حتتاخر كمان. ها ايوه. لا ما عندي مشروبات في الشنطه ولا اشياء كهربائيه ولا اسلحه ولا شيء. اوكي هذا الداد ابوي. انا ابونا كلنا. انا ابوكم. ابونا كلنا. هذا ابونا كلنا. اليوم اليوم الكبير. ايوه. ايش ايش اليوم بابا؟ خليني اذكركم. يلا حنروح نروح امز. شوفوا ديكور الغرفه كلها طيارات، حتى فوق في طياره. ايوه. هاي ايش معنى غرفه البنات فيها سرر اكثر؟ ها ليش؟ يلا ننزل عند بابا. ايوه اوكي. بابا اعطيني شوكولاته. ايوه اعطيني حلاوه. انا جاي. ابغى ميلك شيك للبريكفاست. ابغى بان كيك. هذا عاده كيف ايمان تكلمني لما تصحى في الصباح؟ لا يقول اذا ما يجهز شنطته قبل الفطور ما حيسافر. عندنا 45 ثانيه فقط.
بعد عشان أبي الشنطة. إيش أهم شيء نأخذه معنا؟ معجون أسنان. ما أبغى ريحة فمي تكون كذا نتنا. Wait, this is just exploring time. أخذ هذا. إيش تقولي؟ معجون الأسنان. It's just exploring time. درج. في بعض المتابعين لما يقابلوك يقولوا ليش تتكلم ما تتكلم عربي؟ إيه وإيمان ليش ما تتكلم عربي؟ يلا نبي الشنطة دحين. أوكي. لازم ندور على هذا القميص. أتوقع هذا القميص حيكون في غرفة البنات. عندي 40 ثانية فقط. وفعلاً عشان بنات يحبوا يونيكورن. ولقيت القميص. أوه لا. يعني أنا حسافر صح؟ أنا عبي شنطة لازم تسافر معنا بسرعة. بس كذا قميص؟ أنا خلصت. أنا هاخذ قميص واحد معايا يا جماعة. أنا كمان. أنا هاخذ أنا بس جزمة. أنا بنطلون واحد وما جزمة وأنا قميص. طبعاً إيش أهم شيء نأخذ لما نسافر من جد يعني غير معجون الأسنان؟ كاميرا طبعاً. عشان نصور في لليوتيوب. اليوتيوب. عن صار اليوتيوب. بابا. مشوي برجر. هذا أفضل أب في العالم بعدي. لا هو أفضل أب في العالم بس ما بعرف. كذا تجرح شعوري. ياي. أعطيني ومشوي بابا. يلا متى هيكون جاهز؟ بابا. إيش؟ 28 ثانية بس إيش نسوي فيه؟ نقدر نسبح شوية. أوكي. ياي هذا مسبح حلو. أبدل تحت في سمك بيرقص هنا سمك راس. واو. أوه البرجرات جاهزة. برجرات جاهزة. لا برجرات أحسن. سنو في سم أكيد. كل ألعاب فوبلوكس لما نأكل شيء مسمم. أيوة. خلاص لا تأكله طيب. بس هذا بابا ما حيسمنا. لا. ما حيسيش؟ حيسمنا. سمنا. حيسممنا. بابا لازم تجلس. ها؟ بسرعة. أوه ماي جاد. ما كنت تعرف إنه لازم أجلس بسرعة. نأكله؟ أنت كلي أول. أوكي. أنا ما هاكله. أنا ما صار لك شيء أنا هاكل. الحين أنا شكله زي أبوه. مو شكله زي أبوي. أنا شكله زي أبوه. إيوه. عشان الشعر. إيوه. زي شعرك في الحقيقة وين تتحط هير داي؟ هاي. بابا ليش أكلنا برجر للفطور؟ عادي ما قد أكلتي برجر للفطور؟ لا. حتى أنا. لازم نتبع بابا دحين. هو بيطلعنا برا البيت. فين حودينا؟ الأيربورت. المطار. إيوه. عشان نسافر. أنت نسيت؟ أوه عنده ثلاثة طيارات صغيرة. ما أعرف كيف أسوقه. عادي ما قد لعبتي فلايت سيميليتر؟ أنا لعبتها. عندنا مهمة الحين. ما نعرف إيش المهمة بس حنطير هذا الطيارات الصغيرة. لا. ماي. ما نعرف كيف نتحكم بالطيارة. أوكي بندخل كهف. إيش هذا؟ هذا زي الأوبي بس بالطيارة. أيوة. أوه وصلنا المطار. بنروح المطار بالطيارات هذه صغيرة. جينا المطار بالطيارات صغيرة من البيت. عشان نركب طيارة كبيرة. نحط الشنطة هنا. شكرا على التذكرة. اوه تصميم رهيب كأني في مطار حقيقي. هذا طيارتنا. رايحين الروهامز. ايوه. ايش الفرق بين روهامز وبهامز؟ الروهامز في روبلوكس عشان رو. ما حيفتشونه طيب؟ جات الشرطة عشان الاشياء طلعت صوت. يقول لازم تيجي معانا يقولوا السكيورتي. في مشكلة؟ ايوه ايش سوينا؟ نبغى نركب طيارة. ما سوينا الشيء. رحت مكان مفروض ما تروحوا. يقول لا ما قدر احنا مكان. ايش؟ ايوه انس انت اللي ورطتنا. الشرطة حطت هذا الشيء على الطاولة مكتوب confiscated يعني اخذوها من الناس. بابا ايش هذا؟ هذا وحش. في شيء طلع هناك وحش. ايوه شكله زي وحش. ايش حيكسر الشباك ولا ايش؟ لا في قزاز ما يقدر يدخل. يقول حنسيطر على عالمكم. ايش قصده؟ ما اعرف انا ماني خايف منه ما دام في قزاز هنا. اوه الشرطه كلها تحولوا الى وحوش. يلا لازم تروح. ايوه ليش بابا ما ساعدنا كذا؟ ايوه طيب لازم نشرد من هذا المكان من خلال الفينس هذه. فين بابا؟ بابا بيبكي. بابا انا هنا ما ببكي. لا هذا البابا. هذا البابا؟ اوه يقول لازم تروحوا بدوني وتتركوني. طيب لازم نحاول نشرد من المطار. هنا حندخل عند اماكن العفش. لازم نحاول ما نطيح صح؟ اوه بابا لقينا جنرال بانشو. ايوه جنرال بانشو. ايوه طيب لازم نتبع الجنرال بانشو. اعتقد هو راح ينقذنا. مين هذا الشخص؟ ايوه شكله هذا رونالد من اللعبه الاخيره في ايروبلين الجزء الثالث. اللي ما يعرفها انه رونالد خطف طياره. رونالد قال حيساعدنا ويعرف كيف يقتل الوحش. يا جماعه نروح مع رونالد ولا جنرال بانشو؟ جنرال بانشو. رونالد. انا هختار رونالد. انا هختار جنرال بانشو. انا هختار ايش اختار؟ رونالد. اوكي رونالد. في كثير وحوش.
اوه فجأة بتيجي كثير وحوش ولازم ندخل هذا الكهف. يقول هنا الوحش الكبير، لازم نقتل الوحش الكبير حتى ننجو. ها فين رونالد راح؟ رونالد هنا. اوه لقينا تمثال الوحش الكبير هنا، لكن فين الوحش الكبير نفسه؟ بنشوف ايش صار لرونالد الحين. احنا رجعنا الماضي بنشوف ايش صار لرونالد. الدكتور قال لرونالد، هذا رونالد لما كان صغير الولد اللي قابلناه، انه اهله ما راح ينجو. لا تتركوني انا بستفل، يقول رونالد. فجاه جاء الوحش في المستشفى سكيلتوكس، يقول انا اقدر اعطي اهلك فرصه ثانيه اذا تقبل عرضي. يقول لما يجي الوقت لازم تحطها بطياره فيها كثير ركاب. يقول رونالد اسوي لك اللي تبغاه. عشان كذا رونالد كان بيحاول ياخذ طياره ها في الجزء الثالث من اللعبه. خلصنا. ايوه لعبه مره سريعه. ايوه جبنا النهايه الحزينه. ايوه ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم اعطوه لايك، اذا ما عجبكم اعطوه ديسلايك. وانتم متاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو. مع السلامه. مع السلامة.